محمد عادل أخطأ في مباراة الزمالك والبنك واستحق الإيقاف؟ مليون في المية. يعني اللي حصل له دوت يعني المفروض يعني هو أخطأ في قرارات كتيرة جدا على الفريقين. بس ما يستحق يعني الإيقاف؟ طبعا لا يستحق الإيقاف؟ محمد عادل ظلم الزمالك ظلم بين في المباراة دي، لكن في النهاية ما يستحقش الإيقاف. لا ما يستحقش الإيقاف. نروح إمام عاشور، أفضل لاعب في مصر حاليا؟ من أفضل، مش أفضل، لا في من أفضل، من أفضل. لا زيزو أفضل لاعب في مصر. لو سؤال أفضل، لا هو مش أفضل. من أفضل ماشي أكيد طبعا لعيب كبير إمام عاشور، لكن أفضل بشكل مطلق لا. وسام أبو علي، أفضل صفقة دخلت الدوري الممتاز في آخر موسمين؟ تأكيد مليون في المية. يعني صفقة كويسة، مش أفضل صفقة بس صفقة كويسة. أفضل صفقة، أفضل صفقة. طب هسألك سؤال، في كلام إنه جاي له عرض ب 8 مليون مش عارف دولار و 6 مليون دولار من ألمانيا. ما حصلش. مش حقيقي الكلام ده؟ مش حقيقي خالص. ما حصلش. ما حصلش الكلام ده. ابتدت تنتشر الحاجات دي صح؟ تسريبات. مش حقيقي يعني. لا لا لا. قولا واحدا. لا قولا واحدا ولا أي حاجة خالص، ولا حتى الوكيل بتاعه. وعلى فكرة ولا الوكيل بتاعه. ولا وجاله أساسا الأهلي مش هيبيعه. طبعا. صح ولا لا؟ كأس عالم الأندية. طبعا. تسريبات. طيب. هل ممكن نشوف بيرسي تاو في الزمالك؟ صعب جدا. لعيب مش محتاجه، لعيب كويس لكن عن عنصر العمر وبعد تجربته مع نادي الاهلي لا ما لا يصلح للزمالك. بيرسي تاو انتهى في يناير، مع السلامه. بنسبه تزيد عن 70%. بنسبه تزيد عن 90%. 90% بيرسي تاو بره نادي الاهلي في يناير خلاص، هو يتبقى لي 6 شهور. 100%. يوسف ايمن لا يرتقي مستواه للاهلي؟ ما اقدرش احكم عليه، لا لسه ما خدش فرصته كامله. مدافع ضعيف وبطيء، واعتقد انه لا يرتقي مستوى النادي الاهلي. لاعب كويس وتجربته مع الدحيل القطري ومنتخب قطر في الفتره اللي كان فيها كروش اللي كان مدرب منتخب مصر السابق طوال تدريب منتخب قطر بتاكد انه لاعب كويس. ساشا هناك لعيب ناشئ في النادي الاهلي، متاسس في النادي الاهلي، لاعب كويس. ممكن الظروف في ماتش سيراميكا ما خدمتوش، وانا كان عجبني بالامانه طريقه كولر في الدفاع عنه بصراحه. كلام محترم وشابول كولر على طريقه كلامه مع اللاعب حتى وان كان غير راضي عن مستواه. ميشيلاك يمشي في يناير يرجع الاحد ولا صعب تحكم عليه؟ لا لسه ما لحقش يلعب برضه. انا رايي يرجع لاحد. يرجع لاحد. صعب الحكم بس ها برضه نفس اللي انطبق على يوسف ايمن منصور انطبق على ميشيلاك. يوسف ايمن بس مش ايمن منصور. يوسف ايمن فبس انا بشكر عمرو ايمن منصور بتاع الصوفر. انت رحت ايمن منصور بتاع الصوفر؟ السوبر السوبر شكلك في الصوفر مش قادر تنسى من 30 سنه. لا والله انا كنت خايف عليك. انا كنت خايف ان عمرو اللي قال لك ميشيلاك على يقول لك ان ميشيلاك محتاج فرصه، فانا كنت خايف عشان اللي هو لسه قايل على هو قال محتاج فرصه مش يوسف ايمن منصور. كنت عايز اقول له ايه المعيار بس. طيب يحيى عطيه الله اثبت ذاته وصعب علي معلول اللي يرجع للنادي الاهلي؟ لا يحيى عطيه الله اثبت ذاته وعلي معلول هيرجع الاهلي. ازاي يعني؟ ده قولي يعني ما تيجي تقول لي تصحفي تشرح لي. هيرجع الاهلي ازاي؟ توظيف هيرجع توظيف مركز. في مركز تاني. توظيف مراكز يعني هيبقى اتنين باك ليفت. لازم يبقى باك ليفت. علي معلول في الصفاقسي كان 10. طب انا هقول لك حاجه بس، علي معلول لا يمكن يعرف يلعب الا وهو فري، يعني لازم يستلم وهو في ناحيه الشمال ما حدش ضاغط عليه ويروح ويخطف ويلعب. يا فندم هو كان في الصفاقسي كان كابتن نادي الصفاقسي وكان بيلعب 10، ما كانش بيلعب والله بكير. ما يعرف يلعب 10. طب يعني انت شايف ان هو يتقيد ونلعبه في حته تانية؟ لو بيرسي تاو وتمت اعاره رضا سليم هيتقيد رضا علي معلول وهيجي صفقتين تاني. ده اللوغاريتمات دي اللي انت بتقولها. ايوه لا هو بيقول لك يعني اللوغاريتمات. لا انا مش لوغاريتمات، الموضوع واضحه ان رحيل بيرسي تاو دلوقتي الاهلي ليه مكان، ورحيل بيرسي تاو يبقى ادي مكانين ولو مشي رضا سليم يبقى ثلاث اماكن. النادي الاهلي عايز اثنين مهاجمين خلاص. يعني انت شايف ان علي معلول يحيى عطيه الله يتقيده؟ ممكن. انت شايف ايه؟ علي معلول طبعا مؤكد مش هيبقى موجود في النادي الاهلي. صعب دي جدا. دي رغبه ولا امنيه؟ ولا امنيه ولا امنيه ولا رغبه؟ المعطيات بتقول كده وده كلام الكابتن محمد رمضان حتى مش كلامي. نفس المعطيات بتقول على محمد رمضان قال كده. لما نيجي نسالك لعيب في الزمالك انا بس بسالك سؤال. طيب خلاص محمد رمضان قال كده. لا اصل بيجي سؤال على لعيب في الزمالك ما يقولش رايه. يقول لك رايك ما يخلص استاذ علاء. هو بيفكر في ايمن منصور. خلاص اتكلمه ولا السوبر ده الاحداث الاخيره والملابسات والتصريحات اللي حوالين علي معلول والبوست اللي كتبته زوجته وكده، لا واضح ان هو مسيرته مع النادي الاهلي مش هتكتمل. اشرف داري واصاباته المتكرره دي عين ولا ممكن ما يكملش في الاهلي ولا لسه الموضوع بدري؟ انا بعتبرها عدم توفيق. هو لعيب لسه ما قدمش اوراق اعتماده ولسه ما لعبش، لكن اخشى ان الاصابه دي ممكن تطول وفي كل ما يلعب يتعرض لاصابه هتبقى خساره كبيره قوي للنادي الاهلي.
بدايه سيئه جدا مع النادي الاهلي والاصابه كانت بدايه سيئه طبعا، اصابته اصابات كتير، بدا باصابات بس دي بتاعت ربنا يعني. اه طبعا ماشي، بس بدايه سيئه ليه بدايه سيئه ليه ان رايح منتقل لنادي جديد، فبدايه مش كويسه بالنسبه له. فلكن ان شاء الله مش محظوظ طبعا. انا مش عارف ليه لعيبه كتير قوي اول ما يروحوا النادي الاهلي بيحصل لهم حاجه. لا مش النادي الاهلي، لا انا عايز اقول لك مثلا كان احسن لعيب كره في مصر محمد محمود نيمار يا كابتن، احسن لعيب في العالم راح الاهلي السعودي. لا لا انا بقول لك، لا انا بقول لك، لا ياخدوا عين، ياخدوا عين، راح الهلال مشطب. نيمار مشطب؟ اه رايح مشطب الهلال. هو من بعد ما خرج من برشلونه، اسمعني بس انا اقول لك تاريخ، انا من بعد هو ما خلص مع برشلونه وانتقل بالخيالي لباريس سان جيرمان ما قدمش شيء. اسمع بس نيمار مشطب يعني، طبعا عايز اقول لك محمود متولي برضه تعور يعني، في لعيبه كده ربنا ما يعني عادي عادي، لا بتبقى جاي يعني بتبقى بس مجرد بس مصادفة مش اكتر. هو لعب طب يحيى عطيت الله، مالك انت بتقول يحيى كريم فؤاد راجع على فكره بس انا طب يحيى عطيت الله، يحيى عطيت الله جه بيلعب جناح كمان، المشكله يعني طب يعني احب المقارنه، اشرف داري مغربي ويحيى عطيت الله مغربي، ده جه لعب على طول وده جه اتصاب يعني. ايوه ايوه